مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرس كمدا دروس تيني تحناها هيد اكساب سنايد أحكام تا صومكا إيا آداب تيسا. درسيغينا نوحا وكساب سنيهي سنن صومي وآدابه. سنياش أوليهي صومكو يا آداب تلوغة بهيهي قفك صومن كوكا ميدا. مركين ولن هاي سنياش صومكا وحينوغة جيدنا الرمو قفك صومن لوچي ديو لو شرعيهي إنو سمييو. الرموها سيو قفك هديو سمييو سوغو عبادو نيونيا إلهي سبحانه وتعالى أجر يدر أجوك جهل أيو هديو كتغن آنو كدن بابا هين، لكن أجر كيو كهل لها ونافا يو كد يعميو. أداب تصوم كوا وحيابا إتهاي قفك مسلم كي صومني إنو صوم كي سكو إلى شضو وكجهل أليو نقصان تا يدعو عيدة قاد هيا يوحك سو صاب نقون آيا أجر كي صوم كو كهل لها إنو نقصامو. وحاكم إذا سنياش صومك الرسول كينو عليه الصلاة والسلام، وإن بري هذا اللي يفعل لبدا بينقو بري سحورته، أكل السحور عنيتانك سحورته. وحا رسولك عليه الصلاة والسلام ورسانة من مالك وكورين أيوه تسحروا فإن في السحور بركة. سحور تبور رسولك عليه الصلاة والسلام وسحور تعونا وآية السحور تبركة يا كتير تبخاري مسلم يا حديث كوريي. بركة السحور تكتير توحى كم إذا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقفك سحور تواقف نبي محمد عليه الصلاة والسلام كد إذا أمر كيسان أوهو قان سمي. بركة كتير توحى كم إذا أتشرك لقه لأيو فلنت إيا السمينتا سنها قيمها بضن الرسول كينو عليه الصلاة والسلام ومدي سووسو تشيدي إني كود دالان. بركة اللقية لي وحكم إذا قفكي صومنا وحو صومين إيسا سحور تو أود إيا تمر تاسو سور تقلين إيسا إن أعمال فربادان وخير مالين تربادان إساق وصومن وقبصدو سيدا إنو تكذا صلاة بادان وصنيالة إيا إنو فربادية آخرين تا قرآن كريم كا إيا إنانو كعاتي سنانو كدالين حسك إلهي سبحانه وتعالى مالين ترمضان إيه وسومي يهي هدي قفكو آنو السحورا وحشكل آنا إنو مالين ترمضان وسومي يهي وقاتشونيو قاتشا داسينا إني كوري ديسو تاقدرو سابو قنقو تا خير فربداني إنو ساقو. بركة السحور توحا كمي دا وقتي قال السحوران إياه ووقتي آدو قيمة بدن. هدي قفكو السحور تاوديبو ديكتو وصنها اللبادة انو تلمامي دونانا وكو عمل فلو وحي وقو بيق مكرتام وقفكو وكو بيقن كرا واختيق الهي سبحانه وتعالى دوميسا وكل ايهي يا ايباري ايوانا تشيبا يا وحي ويديسان ايوان سيا يا دن بداف دلبا يونو دن بدافا وان كما صحا خلد يا حماني يقف وحي وقلي واختيق قفكو هدي وكعو وصحورته وكعو إنو تكدا يا سورة قلوة إنو قرآن خريستو إنو إلهي سبحانه وتعالى حسو وإلهي واككوا أماني قرآن كا كنت داري أهل الجنة كوا وقتها إلهي دمداف ويديست والمستغفرين بالأسحار وحا سورة قلوة إنو قعما كورو تاكتو وإلهي سبحانه وتعالى أوبريو إلهي نيساق أوبالان قادي قفك وقتها بريا إنو دعادة كا أقباليو مركا سحور تارين كيدو مسح لنا. waxaa kala suxurta barakadeeda kamid ah waxa ay ka dhigeysaa qofka muslimka soomkiisa mid ka duwan soomka ahlul kitaabku oo madiinaga horeeyay waa soomi jireen laakiin soomkooda iyo soomkeen waxyaabay ku kala duwanaayeen. waxaa kamid ah suxurta
إلهي با يري سبحانه وتعالى مركو صومكا يواتب نمدي سكال لي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سيدي نقلين وغفر سيدي نقلين وغفر ليالي با ومضاه الرسوم لوغفر ليالي لكن وحين نوشيق رسول كانوا عليه الصلاة والسلام إن صوم كان هي صوم كود ويكوك للدوين عنيتانك السحورت فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور وحولي رسولك سيدة مسلم صحيحي سكوريي فرق قوده هي صوم كيغا هدار النهاي مسلمين هي صوم كأهل الكتاب ويهودا هي كريستانك عنيتانك السحورت ويهي سحورتا ورسولك عليه الصلاة والسلام سيدا ودي رجليي وحايكو حقيقو بيساقفكو إن وحون عنو ولو هبير هذا وحون إنو عبو ولو كبب بيابها النقطه وحلقو سحورتنا وحا أخير بدن أوناكسا تمرت ورسولك عليه الصلاة والسلام وحيري نعم سحور المؤمن التمر رواه أبو داود قفك مؤمن كاي وحو كسحورته وحو وناكسان تمرته تمرته وحي لدي انرجي يو تمر قارة ويهي ليسو قفك صوما وانا الشي قفك علوشي سان وحي لينو علادان كوكي عناهين وحي افر ربضانو عنتوين كلايك قدوان تهي باتشرا وانا ارين مجربو التي تشابي قفك صدح بو تمره ديو كسحورته مال انت وحو هي اوودي تمر أنا هلا إن دو عنا عنتك لا تربدا وحصلنا ياش الصوم ككم إذا سحورته إنه تلماني إن دبلا ديجو ورسول كأنه عليه أفضل الصلاة والتسليم سحورته آد بدي بوجود ديجي شري سيدا الصحابة دي آد كوجود دواي كسوريين سيدا أنس بن مالك يزيد بن ثابت على أن تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة رسول كانوا سحورتي لعني كدي من الصلاة دي بوكعي وصلاة دي صبح زيد بن ثابت با سيدا يري آنس بن مالك با ويديو يري كم بين الآذان والسحور انت إليك با ودح يسي آذان كي صلاة الصبح إيو سحورتا النبي عليه الصلاة والسلام قال قدر 50 آية وحاودح يسي ولي قدر لآخريو كنت آية دودو قرآن ككمدة حديث كان بخاري مسلم باوري قدر كنتن آيود لآخرية الله آخرية سيدح دحادة وان لددتشين هين ان لنا قابين هين سيدح دحادة الله آخرين ايو وحينو دريمي كرنا كنتن آيود قفكو انتو كو آخرية كرا وقرآن كاما آيودها كو دح دحاد كا كمي دا سيدح دحادة الله آخرية ان ايتهاي مدى آدو كوبا وقت ورسولك السحورتي يا مركي صلاة دي صبح لو إدامي إتاسا ودحيسي تاسينا وحي نوم وچين ساي نو إفتيمين إساة إن رسولك عليه الصلاة والسلام سحورتا وآدو قد بديغي صحابتنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحكيري إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا ابن أم مكتوم مركو إدامه عنا وعب معنا ولي لما قاعدين وقتك سحورتا لتوجين هاي واقي مبايين بلال مركو ايضامنا وحناها عنينا وحناها عبنا ووقتك صلاة الصباح ومركا صوق لها بينكنا وعدمادو مالين باب بلال بانتي إلا هنا قرآن كوحو كت المامي إلا عوني كرو إلا عبي كرو إلا واق بريق سوى عداني إلهي سبحانه وتعالى عودوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عنا وعبا إلا واقع عدان كيسا يهبين كمدو قيس وايدين كسعميان وصفي عن أدو يقين سنسان إن واقع بريين إن مركات ديبلو ديقو سحورت وشي سناء بيش الربضان هبين كوهر رأي إلا هبين كأدن بأي أي سناء إن سحورت ديبلو ديقو وإن كالقايب قيبية بيش الربضان ولا توبنا وقتك سال سحورنا يا توبنا وقتك توبنا وقتك تاسمها متك سؤال رتي رسول كان عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سي خير كبدنا
suxuurta in dib loo dhigaa faa'iidooyin fara badan bay leedahay. Waa marka koowaad ee qofku waxa uu noqonayaa mid raacay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam, waayo sunnadiisu waxay ahayd suxuurta in dib loo dhigo. Mar labaadka waxa uu noqonayaa qof u sahay qaatay soomkii uu soomayey maalinta bisha Ramadaan ka mid ah, oo haddii qofku waqti hore uu suxuurto cashadii habeenkii uu cunay wax badan kaga duwanaan mayso. Marka la eego tabarta ay u samaynayso suxuurtaasi waqti hore uu suxuurtay, xikamka ku jira in dib loo dhigo ayaa taasi ay ka mid tahay. Waxaa ka mid a sunnayaasha soomka tacjiilu liftaar, afurka in la dedejiyo, oo waxaa afurka waqtigiisu uu soo gelayaa marka qoraxdu ay dhacdo ee habeenkii uu bilaabmo, oo soomku maalintii ayuunbuu ku kooban yahay, habeenku waxba kuma laha. Aayadda qur-aanka aynu akhrinay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi thuma atimu siyaama ila alleyl, soomka dhammaystira, oo bimacnaa maalintii sooma, oo soomka wada ilaa aad habeennimada gaadhaysaan. Mar haddii habeen la gaadho soomki waa dhammaaday. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa ra'aytum alleyla qad aqbala min haahuna wannahaara qad adbara min haahuna faqad aftara saa'im, mar haddaad aragtaan habeenkii oo ka soo fool yeeshay dhinaca qoraxdu ay ka soo baxdo, waayo madowgiisu dhinaca qoraxdu ay ka soo baxdo ku soo horreeya, iyo maalintii oo daba jeedisay oo caddaankeedu uu ku ururay xaggaa qoraxdu ay ka dhacdo, waa afuray qofkii soomana, macnaa soomkiisi waa dhammaaday, waxaana la gaadhay waqtigii la afurayay. Bukhaari iyo Muslim ayaa xadiidkaa wariyey. Xadiidkanina qisa ayuu lahaa. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo safar ku jira oo sooman, markii qoraxda ay ka qarsoontay ayuu saxaabada qaarkood la hadlay oo ku yidhi ka dhaadhac gaadiidka aad saaran tahay oo inoo diyaari boorashkii aynu ku afuri lahayn. Markaasaa saxaabigii rasuulka uu la hadlo yidhi law amsayta yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahay umalaa waxaa fiicnaan lahayd inaad u yara kaadiso si aad u habeensato. Markaasaa rasuulku uu ku celiyo yidhi war dhaadhaco inoo diyaari afurka. Mar saddexaadna waa ku celiyey, markaasuu afurkii diyaariyey. Markii la afuray buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkan yidhi. Wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi mar haddii habeenku halkaa qoraxdu ay ka soo baxdo uu ka soo fool yeesho, waxaa la gaadhay waqtigii uu afurayey qofka soomani. Waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay afurka dedejintiisa inuu khayrku ku jiro. walaa yazaalu annaasu bikhayrin maa cajjalu lfitra, buu yidhi dadku kama suulayaan khayr iyo wanaag inta ay afurka dedejiyaan. xadiidkaana bukhaari iyo muslim baa wariyey. dedejintaana loogama jeedo iyadoo maalina in la afuro, waxaa looga jeedaa mar hadday qoraxdu dhacdo waa inaan afurkii dib loo sii dhigin. rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu afuri jiray inta aanu salaadda maqrib tukan, sida uu leeyahay anas bnu malik radia allahu canhu, kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam laa yusallii xataa yuftir, rasuulku wuxuu ahaa mid aan tukan salaadda maqrib ilaa uu afurayo. waa wax yarbaha ku afuree, waayo qofka salaaddiisaasi noqon maysa mid uu qalbigiisu soo jeedo oo khushuucu qofku uu ku tukado isagoo weli sooman haddii uu afuro. ummadda islaamkana guud ahaan wuxuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in aanay khayr ka suulahayn iyo wanaag, inuu khayrku sifo u noqdo iyo dhaqan, ilaa ay gaadhaan heer ay la sugaan afurkooda soo bixitaanka iyo muuqashada xidigaha. walaa tazaalu ummatii bikhayrin maa lam tantadir bifitriha annujuuma, buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. ummaddaydu khayr kama suulayso inta aanay la sugin afurka xidigaha muuqashadooda. xidiguhuna waxa ay muuqdaan mar dambe. dadka qaarkoodoo maanta islaamka ku abtirsada sida shiicada oo kale ayaa ilaa xidiguhu samada ay isqabtaan aan afurin, taasina waxay calaamad u tahay ummadda khayr fara badani inuu seegay, oo arrinta dedejinta afurka ay ka heli lahayd saa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay. waxaa sunnayaasha soomka ka mid ah qofku inuu ku afuro rutab. rutabku waa marxalad ka mid a maraaxisha timirtu ay marto, waa marka ay timirtu si fiican u bislaato ee muudkeedii iyo dheecaankeedii ay leedahay.
haddii taa waayana inuu ku afuro timir oo tan inagu inta badan aynu aragnay inuu isticmaalo, waa markaa ay adkaatay dheecaanka uu ka baxay. haddii timir u suurtogeli weydana inuu biyo ku afuro, wuxuu yidhi Anas ibnu Malik, kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yuftiru calaa rutabaat, rasuulku wuxuu ku afuri jiray xabado rutaba, waa nooca timirta ka mida ee aynu tilmaanay. qabla an yusalliya, intaanu tukan ka war buu afuri jiray. fa in lam takun rutabaat fa calaa tamaraat, haddii aanu haynin timirta nooca rutabka la yidhaah, xabado timira buu ku afuri jiray. fa in lam takun xasaa xasawaatin min almaa, haddii aanu timir hayninna rasuulku calayhi salaatu wasalaam qurqurooyin biyo ah ayuu qurqurin jiray. oo xadiid xasana tirmidi iyo abu daawuud iyo ayaa wariyey. timirtu waxa ay leedahay sida horeba aanu tilmaamay waxyaaba ay cuntooyin kale kala gaar tahay, horta waa shay macaan oo dhinac marka laga eega iimaankii ayay waafaqsan tahay. saasi awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay geedka nakhliga timirtu ay ka baxdaa inuu yahay geed shabahaa qofka muuminka ah, dhinacyo badan buu ka shabahaa, waxaa dhinacyadaa ka mid a waxtarkiisa oo tiro badan. timirtu dheefshiidka calooshii maalintii oo dhan madhnayd ee aan aada u shaqaynahayn waa u fududdahay oo waxba yeeli mayso. haddii qofku cunto culus uu ku rido, waxaa laga yaabaa dheefshiidkii iyo wareeggii caloosha dhibaata inay soo gaadho. dhinac kalena waa shay daaqa ama energy, tamar fara badan qofka u samaynaysa, oo tamartii qofka soomka uu ka saaray bay u soo celinaysa, indhihiisana aad iyo aad ayay ugu fiican tahay. marka saasi awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam timirta uu ku afuri jiray. waxaa sunnayaasha ka mid ah qofku inuu ducaysto marka uu afuraayo cinda alfitr. waxyaabaha rasuulku ku ducaysan jireen waxaa ka mid ah dhahaba adama'u wabtalat alcuruuqu wathabata alajru in shaa allah, abu daawuud iyo nasaa'iy baa wariyey. haraadkii waa tegey buu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam, xididadiina waa qoyeen, ajarkiina inshaa allah saan ilaahay ka rajaynayno wuu noo sugnaaday. marka khayrka adduunye ka aakhiraba qofku waa inuu ku ducaysto marka uu afurayo, oo waqtiyada markaa ducada ilaahay uu aqbalo iyo munaasabaadka ilaahay addoomihiisa baryayo uu ajiibo ayay munaasabadaasi ka mid tahay. qofka muuminkana waa inaanu ka mashquulin cuntada iyo sharaabka hor yaalla ee naftuna aadka ay ugu baahan tahay, inuu waqtigaasi ilaaliyo aadaabtii waxa weeyaan raashinka. oo insha allah darsiga soo socda wax ka mid a aynu ku tilmaami doonno. wallahu aclam, wasal allahu cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalama tasliiman kahiira. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.